تعال نشوف القانون هيقول ايه. طالما انت قلت كده خدت رايك اهو في القانون، تعال نشوف القانون هيقول ايه. معانا المحامي الاستاذ احمد فؤاد الجهني المحامي بالنقد. الو مساء الخير. مساء الخير يا فندم. ازاي حضرتك؟ اهلا بستك يا فندم. حضرتك اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله رب العالمين. ايه رايك بقى الست دي تتصرف ازاي؟ تروح فعلا لمحكمه اوروبا ولا المحاكم المصريه؟ طبعا يعني الموضوع ده الحمد لله رب العالمين محلول في القانون المصري بشكل يعني واضح، ان في مسائل تنازع القوانين ان القانون يتطبق على الزوجين لما يكون احد الزوجين مصري، ان القانون المصري هو اللي بيتطبق حتى لو كان الطرف الثاني لا يخضع للجنسية المصرية. حتى لو كان الطرف الآخر لا يخضع للجنسية المصرية ويخضع لجنسية أخرى أيا كانت الجنسية دي. النص المادة واضح في القانون المصري، إذا كان أحد الزوجين مصريا وقت انتقال الزواج يسري القانون المصري وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج. يعني الحاجة الوحيدة الاكسبشن أو من ده ان يكون الشروط بتاعت الاهليه الصلاحيه للزواج نفسها وبس، حتى لو كانت اتجوزته في بلده ايا كان ايا كان. طب ولو كان هناك القانون بيقول ما ينفعش يطلقها غيابي، احنا هنا عندنا في طلاق غيابي، هناك ما ينفعش يطلقها غيابي، لازم يكون بموافقه الطرفين. ما هو هي برضه في حته برضه مش واضحه لينا في المشكله. هل هي متمسكه بيه ومش عايزه طلاق؟ يعني هي بتحبه ومش عايز تاخد 200,000 جنيه. كويس. فبالتالي هي لما تكون في اوروبا عايزه تطبق، هي صاحبه المصلحه اللي بتختار. هتروح لاوروبا عشان المنازعه القانونيه دي تكون هناك، هتقدر تستفاد بالقانون هناك، اما في مصر طالما احد الزوجين مصري يبقى القانون المصري اللي بيتطبق. هو 200,000 جنيه كفايه؟ دي مسألة يعني بتبقى ليها موائمة حسب الوضع الاجتماعي. لا أنا قصدي حاجة مش حسب الوضع الاجتماعي، ممكن في واحدة ما يكفهاش مليون وواحدة تكتفي بألف. أنا بتكلم بالنسبة للوضع اللي هي فيه دلوقتي، المحكمة تحكم لها بكام عشان هي تقول على 200,000 جنيه؟ لا المحكمة معاييرها على قدرة الزوج ومستواهم الاجتماعي والاقتصادي، فهو مستوى الاجتماعي والاقتصادي. هي كانت عايزة ال 200,000 دولار يا أستاذ أحمد، طالما حضرتك قلت بناء على إنه الزوج قدراته المادية تقدر تاخد. طبعا ده بيترتب على قدر إمكانيات الزوج والزوجة. أنا بشكر حضرتك ونورتني، ميرسي جدا يا أستاذ أحمد.